الحلول الهندسيه موجوده، او خلينا نقول الحلول التكنولوجيه، بلاش نقول الحلول الهندسيه عشان ما نحصرهاش بس في الهندسه. الحلول التكنولوجيه طبعا موجوده. الاجابه على سؤال حضرتك، هل احنا شعب مقتصد ولا شعب مسرف في استخدام المياه؟ زي ما حضرتك برضو تفضلتي، احنا الحقيقه عندنا الاثنين موجودين. احنا من اكثر، يعني طبقا للاحصائيات، احنا من اكثر الشعوب اللي في العالم اللي بتعيد استخدام المياه. يعني المياه عندنا بالذات في الزراعه بنهلكها، بنستهلكها مره وبعدين بنعيد تنقيتها تاني، وساعات بنعيد تنقيتها تالت، وساعات بنعيد تنقيتها رابع. يعني المياه بتلف عندنا كتير قوي جوه، بالذات في الزراعه، ده وبيعاد خبر حلو. استهلاكها او بيعاد استعمالها مرات كثيره. على النقيض تماما طبعا موجود عندنا زي ما حضرتك تفضلتي، يعني لو مشينا في شوارع القاهره بالذات في الفتره الحر اللي احنا فيها ديت، في المناطق الشعبيه او حتى في المناطق الراقيه، يعني هنلاقي ناس كتيره جدا بتجيب الميه وتدلقها على العربيات عشان يغسل العربيه بتاعته كل يوم. على فكره انت ممكن تغسل العربيه مره كل يومين او مره كل 3 ايام، وعلى فكره ممكن بدل ما تدلق ميه كتيره انت ممكن يعني العربيه تتمسح كده مثلا بقماشه بأي طريقة؟ مبلوله شويه، وهتطلع برضه نظيفه على فكره، مش هتبقى يعني هنا ده طبعا سلوك مش يعني مش كويس. تكنولوجيا بقى الحاجات دي ليها حلول. طبعا في حلول كتيره جدا، في النهارده حلول كتيره ازاي احنا من لتر الميه مثلا نقدر نضغطه، بحيث ان احنا لما ننظف بيه حاجه، يعني خلينا نقول بلتر الميه المضغوط نقدر ننظف حاجات كنا بننظفها زمان مثلا ب 10 لتر او 15 لتر. الحنفيات اللي هي بتقفل لوحدها ان الميه ما تبقاش جاريه كده على طول، الحنفيات اللي استهلاك المياه بنحط برضو اجزاء على الحنفيات عشان الميه اللي نازله ما تبقاش ميه غزيره، بس يعني بس في نفس الوقت ليها نفس طبعا التأثير، سواء من النظافه او سواء من الشرب او سواء من الاستعمال. لتر فالاجابه على سؤال المياه حضرتك المضغوطة دي بنشوفها فعلا في مراكز مثلا غسيل السيارات والحاجات اللي هي بتستخدم رذاذ مياه او كل دي حلول يعني. بالظبط بالظبط بالظبط، دي كلها حلول عشان نقتصد في استعمال الميه. والموضوع على فكره مش مقتصر في مصر بس، يعني طبعا طبعا. مصر احنا عندنا مشكله كبيره في الميه، والميه احنا تحت حد الفقر المائي طبقا للاحصائيات اللي موجوده عندنا، بس كل دول العالم بتعمل نفس الكلام، حتى اللي عندهم ميه كتيره هو معيار ما زالوا كمان شايفين للتحضر انه يعني. ده يستاهل يعني.